هل أنت مستعد لتغيير حياتك الجنسية؟ هل ترغب أن تتعلم السر الوحيد الذي سوف يكبر قضيبك ويقوي انتصابك؟ ادخل موقع الدكتور يوسف وشاهد الفيديو الحصري الآن drusf.com drusf.com. إنها تجربة جنسية جديدة ومتعة لا مثيل لها. لا تفوت فرصة الانضمام إلى المجموعة السرية الخاصة بالرجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن شاء الله اليوم سنتكلم عن علاج 15 مرض من خلال وصفة بسيطة وسهلة التحضير جدا. وصفة رغم بساطتها فهي مهمة جدا جدا. وأول الأمراض هذه هو فقدان الذاكرة والقدرة الجنسية. علاج فقدان الذاكرة والقدرة الجنسية. تخيل علاج الذاكرة بين أيدينا، علاج الضعف الجنسي وحجم القضيب بين أيدينا. وسوف أخبركم قصة واقعية حصلت بالفعل وكيف تمكن رجل بعلاج أكثر من 15 مرض من خلال هذه الوصفة العجيبة، وما هي مكوناتها الموجودة في كل بيت. هذه مركبات موجودة بكل بيت ونحن لا نعرف عن وجودها وأهميتها وطريقة تحضيرها. هذه وصفة مستخدمة في تحقيق نتائج سريعة وعلى رأسهم العسل. هل تبحث عن السر لجعل قضيبك أكبر وانتصابك أقوى؟ هل ترغب أن تنكح 8 ساعات حتى لو عندك 60 سنة؟ ادخل الآن موقع دكتور يوسف وتعلم السر الوحيد مشروح بالفيديو الذي سوف يقلب حياتك الجنسية ويجعلها متعة ولذة. drusf.com